صار في الصراحه ما كانش سهل. اولا امام واحد الفريق اللي عنيد الرجاء البيضاوي بواحد التركيبه اللي شابه مدرب شاب. حنا دوك جوج انتصارات اللي كانوا من قبل فاليوم كنا كان ملزم علينا باش ناكدوا دوك الصحوه ديالنا وديك وداك المسار التصاعدي اللي كنا غاديين فيه. ما هو فريق الرجاء البيضاوي بطبيعه الحال قلت لك فريق اللي قوي ماشي 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 سهل وصعيب باش تنتصر عليه قدام الجماهير ديالو وفي في 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 القاعه ديالو. مي اليوم حنا كنا اكثر تحكم في المقابله، اكثر جاهزيه، اكثر استعداد، حاولنا نسيروا اربعه ديال الارباع ديال المقابله الحمد لله قدرنا. حنا بالنسبه لهذه السنه عندنا واحد التركيبه بشريه اللي هي شابه كما شفتوا راه 60% ديال 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 اعضاء الفريق ف 60 ديالهم ما كيتجاوش 23 سنه الوغ حنا وبدون لاعبين اجانب. ولهذا العام هذا حاولنا نعطيو فرصه اكبر عدد ديال اللاعبين ابناء الفريق اللي غيمكننا نستافدوا منهم اكبر وقت ممكن يعني في السنوات المقبله. حال الجماهير ما عمرها ما كتكون عامل سلبي، الجماهير ديما تتكون عامل ايجابي لانها كتاثر الفضاء ديال القاعه وكتعطي واحد الصوره حضاريه ديال 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 المشجعين المغاربه. وحنا كنفتخروا اننا نلعبوا قدام هذا الجمهور. وهو بصراحه التكريم ديال الخلفيه بصراحه انا براسي تفاجئ لانني جيت وحتى قال لي هو شخصيا قال لي راه اليوم كاين التكريم ديالو هذا. وقلت له حشومه عليك ها مصطفى لانك هو جاورنا في الفريق، جاورنا واحد تنظن واحد الخمسه ديال السنوات وكان مفروض علينا حتى حنا نكونوا طرف التكريم. الوغ قال لي ومني ما دارت الاخر لحظه الوغ فانا من هذا المنبر هذا كنوعدوا انه ان شاء الله الى جاء في المقابله ديال العوده وكما سمعت بانه غيكون ضمن الطاقم التقني ديال الفريق الرجاء البيضاوي فتحنا ان شاء الله مزوم علينا حنا باش نكرموه في القاعه ديالنا وفي الفريق اللي جاور بطبيعه الحال. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربح الرياضة.